السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في هذا الفيديو جاي. هذا الفيديو سوف نرى توقعات لمباراة يوم الثلاثاء. اخترت لكم مباراة من جميع الدوريات المختلفة، الدوري الجزائري، الدوري المصري، وكأس الرابطة الإنجليزية، وتصفيات دوري أبطال أوروبا. إلى المباراة الأولى. المباراة الأولى بين بنفيكا و بي إس أندهوفن، مباراة تصفية دوري أبطال أوروبا. مباراة الإياب انتهت بفوز بنفيكا بهدفين. آخر 5 لقاءات لنادي بنفيكا، فوز في 5 لقاءات كاملة، فيما آخر 5 لقاءات لنادي بأنتوفن، فوز في 4 وخسر مباراة واحدة. فالتوقع الأنسب لهذه المباراة هو فوز بنفيكا على بي إس أندهوفن. مباراة من الدوري الجزائري، الجولة 38 بين برازو وشبيبات القبائل. نادي شبيبات القبائل كيحصل الترتيب السادس ب57 نقطة، فيما برازو الترتيب التاسع ب50 نقطة. الفرق بين الفريقين 7 نقاط فقط. آخر 5 لقاءات لنادي شبيبات القبائل، فوز في مباراتين، تعادل في مباراتين، خسر مباراة واحدة. آخر 5 لقاءات لنادي برازو، خسر في 3 مباريات، الفوز في مباراتين. التوقع الأنسب لهذه المباراة هو فوز نادي شبيبات القبائل. مباراة من الدوري الجزائري بين اتحاد العاصمة وشباب سكيكتا. اتحاد العاصمة يحتل الترتيب الرابع ب62 نقطة، فيما شبيبات سكيكتا يحتل الترتيب الأخير ب27 نقطة. آخر 5 لقاءات لنادي اتحاد العاصمة، خسر مباراتين، فوز في مباراتين وخسر مباراة. آخر 5 لقاءات نادي شبيبة سكيكتا، خسر 5 لقاءات، فيما التوقع الأنسب لهذه المباراة هو فوز اتحاد العاصمة. مباراة أخرى من الدوري المصري، الجولة 33، الأهلي يحتل الترتيب 72، فيما الجنوبي يحتل ترتيب 37 نقطة. آخر 5 لقاءات لنادي الأهلي، فوز في 3 مباريات والتعادل. آخر 5 لقاءات نادي الجنوة، فوز في تعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات. توقع الأنسب لهذه المباراة هو فوز الأهلي. مباراة من الدوري المصري، الزمالك واتحاد الحرب. الزمالك احتل الترتيب الأول ب76 نقطة، فيما الاتحاد احتل الترتيب ما قبل الأخير ب27 نقطة. التوقع الأنسب لهذه المباراة هو فوز الزمالك. مباراة من الدور 38 من دوري الاتحاد الإنجليزي، أستون فيلا وبرو. آخر 5 لقاءات لأستون فيلا، فوز في 3 مباريات وخسر مباراة. آخر 5 لقاءات لنادي برو، فوز في مباراتين، خسر مباراتين والتعادل في مباراة واحدة. التوقع الأنسب لهذه المباراة هو فوز أستون فيلا. مباراة برينفورد وفروسكي. آخر 5 لقاءات لفروسكي، فوز في 5 لقاءات، فيما آخر 5 لقاءات لنادي برينفورد، فوز في 3 مباريات والخسارة في مباراة والتعادل في مباراة واحدة. التوقع لهذه المباراة هو جول. الفريقان سوف يسجلان. ايفرتون وهندرسون. آخر 5 لقاءات نادي ايفرتون، الفوز في 3 والخسارة مباراة واحدة والتعادل في مباراة واحدة. آخر 5 لقاءات نادي هينفسكون، فوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة. التوقع الأنسب هو فوز ايفرتون. مباراة واتفورد وكريستال بالاس. هذه مباراة صعبة للغاية، لأن الفريقين يلعبان في الدرجة الأولى الدوري الإنجليزي وليهم لاعبين جيدين. آخر 5 لقاءات لنادي كريستال بالاس، فوز في مباراتين والتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة. آخر 5 لقاءات نادي واتفورد، تعادل في مباراة، خسارة 3 مباريات
نفوز في مباراة وحيدة. التوقع الأنسب لهذه المباراة هو تسجيل الفريق جولكو. ويلفرهامبتون ونوتنغهام، آخر 5 لقاءات ويلفرهامبتون خسر 3 مباريات، فوز في مباراة وتعادل في مباراة. آخر 5 لقاءات نادي نوتنغهام خسر 4 مباريات وفوز في مباراة واحدة. التوقع الأنسب لهذه المباراة هو فوز ويلفرهامبتون. إلى هنا تنتهي هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو.